يعتقد بعض الناس عندنا إذا سمعوا نباح كلب أعزكم الله أو شاهدوا طائر البوم يحلق فوق مكان أو يطلق صوتا أن ذلك يعني وفاة أحد من أهل ذلك المكان، فهل هذا صحيح؟ وهل مثل هذا الاعتقاد يؤثر على عقيدة المسلم؟ هذا من التطير، التشاؤم بصوت البومة أو غيرها من الطيور، واعتقاد أو خوف أن ذلك يسبب أو يدل على حدوث شر أو مرض أو موت، هذا من التطير الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهو من فعل الكفرة، كما تطير قوم فرعون بموسى ومن معه، وكما تطير قوم صالح عليه الصلاة والسلام به وبمن معه، وكما تطير المشركون بمحمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الطيرة شرك، قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فإذا اعتقد الإنسان أن هذا الطائر وهذه البومة أنها تدل على حدوث شر وتشاءم بها، إن هذا هو الطيرة المذمومة التي جاء النهي عنها، إن هذه مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لحكم ومصالح، لا وليس عندها نفع ولا ضر، وإنما هذا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتقديره. والواجب على المسلم إذا وجد شيئا من ذلك ووقع في قلبه شيء من ذلك أن يدفعه بالإيمان واليقين، وأن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ويقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. هل نقيس على هذا التطير التفاؤل، كأن إنسان مثلا يرى طائرا جميلا في أول يومه أو يبشر بخبر سعيد يتفاءل بيوم سعيد له؟ أما رؤية الطير الجميل وما أشبه ذلك هذا لا أعرف له أصلا، ولكن التفاؤل هذا شيء طيب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، والفأل أمل للخير، أمل بالخير، خلاف الطيرة فإنها أمل بالشر وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى، أما الفأل فهذا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، إذا سمع الكلمة الطيبة فإنه عليه الصلاة والسلام يعجبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم.